أنا أول ما جيت من سوريا كنت حامل فيها وتعذبت على الدرب والله، وشايل أغراض وجيت على حدود وصعب ماشي جيت. قمت عاد جاني مغص وهيك وتعذبت على هاي وجبت قبل أواني، ما في شهرين ونص وجبت قبل أواني. وقالوا لي عاد يوم اجت كثير كثير نحيفة تفغر، حاسة بدها تموت عن جد، مين ما يشوف يقول له هاي البنت ما تعيش. الحمد لله بعد 5 سنين كبرت وصارت ما شاء الله عليها حلوة، ومثل تعرف انت بسوريا راحت أم كثير عالم راحت، يعني مثلا دكاترة مثلا أساتذة مثلا جيل جيل، يعني صعب يعني وقليل الجيل اللي طلع يعني هلأ عم يدرس. هو النوى عنده هو الأطفال تتعلم وهي وصغيرة مشان ينمو هم وصغار. قلت لها يا ريماس بكرة إن شاء الله بدي أروح أسجل بالتمهيدي، قالت لي بالله يا يما يلا إمتى. أنا اسمي ريماس، هيا مرام رفيقتي بنت أمي ومثل عمري 5 سنين ونص. إذا ودي أصير دكتورة أصير أدرس، يعني يعلمونا على كل شيء، الحروف على كل شيء، يعلمونا على اللعب حتى، يعلمونا على الحياة، يعني نقول نياو 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 نياو.